الآن الكرة البهلاوية خالد يتقدم يضيع الكرة. نعم الهاجري أضاعها الهاجري وأحمد الرواحي يتألق، أحمد الرواحي يتألق. نعم ذكرتها بأن الرواحي متميز في ركلات الجزاء وبالتالي يشعل الفرحة في المدرجات السيباوية. نعم كرة المباراة بالنسبة لنادي بهلة، لكن أحمد الرواحي يا سلام، أحمد رواحي لاحظ كرة خالد الهاجري، هو قرأ الأفكار بالنسبة للهاجري وهو يتصدى لركلة الجزاء اللي تحتسب لمصلحة نادي بهلة، وبالتالي بهلة يضيع فرصة تقليص الفارق لأن